مشاهدينا اهلا بكم، حلقه جديده من حلقات برنامج صحتك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الطرق الحديثه في علاج الالم التداخلي. الحقيقه ممكن يكون في كتير مننا بيشعر بالم، سواء في العمود الفقري، في بعض اماكن في جسمه. بتختلف طبعا شده الالم من مرض لاخر ومن شخص لاخر. المشكله ان احنا بنعتمد على المسكنات، وطبعا وزي ما كلنا عارفين ان كتر المسكنات بيؤدي لمشاكل كتير. النهارده هنتكلم عن الالم التداخلي. ايه هو علاج الالم التداخلي، وهل فعلا ينفع كعلاج العمود الفقري ولا هو علاج تكميلي؟ موضوع كبير هنتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم. للحديث عن هذا الموضوع هيكون لقائنا النهاردة مع دكتور أرمية محسن، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جراند، مؤسس عيادات بينليس، ماجستير علاج الألم التداخلي، كلية الطب القصر العيني، جامعة القاهرة. بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. مستشفى جراند تقدم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتتميز بأحدث التقنيات الطبية والعالمية. عنوان مستشفى جراند 177 شارع العروبة، أمام البوابة الرئيسية للكلية الحربية، صلاح سالم، مصر الجديدة، القاهرة. تليفونات مستشفى جراند 012-4-87-01 أو 012-4-87-02 أو 02-22-639-87 أو 02-22-639-88. فيسبوك أند إنستغرام جراند هوسبيتال. الموقع الإلكتروني www.grand-hospital.com. مستشفى جراند هي مستشفى متكاملة بتقدم جميع الخدمات الطبية في كل التخصصات. عندنا رعاية مركزة وحضانات وطوارئ ورعاية أطفال، ودي حاجة إحنا بنتميز بيها عن أي مكان تاني. رعاية الأطفال، رعاية بتخدم الأطفال من سن 6 شهور لحد 12 سنة. مستشفى جراند احدث الاجهزه موجوده، من اجهزه التنفس الصناعي، من الحضانات، من اجهزه العلاج الضوئي، وجود الاستشاريين على مدار 24 ساعه للعنايه بالطفل والعنايه بحضراتكم في حاله سؤالكم على اطفالكم. مستشفى جراند مستعده لتقديم خدمه طبيه متكامله للاطفال، مش بس الاطفال حديثي الولاده، لكن كمان خدمه رعايه مركزه حتى سن 12 سنه، بالاضافه لفريق من الاستشاريين في مختلف تخصصات طب الأطفال لتقديم خدمة عيادات وطوارئ واستقبال على مدار الساعة، لتقديم خدمة متميزة. كمان لو عندنا طفل بيعاني من مرض السكري بنقدر نتابعه في العيادات الخاصة بمرض السكري عن طريق الاستشاريين، وهم أساتذة في الجامعات المصرية، أساتذة في طب القصر العيني وجامعة عين شمس. أهم عامل نجاح عمليات جراحات السمنة المفرطة المستشفى اللي بنشتغل فيها. لازم تكون المستشفى اللي العيان بيعمل فيه العملية مجهزة على أعلى مستوى، من أول أوضة العمليات وتجهيزاتها، دكتور التخدير، لازم المستشفى يكون فيها بنك دم، يكون فيها رعاية مركزة. ما بنحتاجش الحاجات دي خالص، لكن مهم جدا تبقى المستشفى جاهزة. دايما مريض السمنة المفرطة دوت بنقول العمليات ديت عمليات السهل الممتنع، عمليات سهلة وبسيطة، ما بناخدش من 30 ل 45 دقيقة جوه أوضة العمليات، لكن عشان نوصل لمعدل الأمان التام اللي هو 99% لازم نكون المستشفى اللي بنشتغل فيها مجهزة على أعلى مستوى. فاحنا عندنا في المستشفيات كلها اللي بنشتغل فيها، المستشفى هنا ان احنا مجهزه باحسن اوضه عمليات، التخدير على اعلى مستوى.
العمليات في مستشفى جراند عندنا مجهزة بكامل التجهيزات، كل الأجهزة اللي محتاجينها لكافة الجراحات البسيطة والمعقدة موجودة. في عندنا أجهزة مناظير، في أجهزة أشعة تداخلية، أجهزة التخدير على أعلى مستوى. احنا هنا في مستشفى مجهزة ان احنا نقدر نعمل كل العمليات اللي تخص كافة التخصصات الجراحية، جراحة عامة، جراحة سمنة، نساء وتوليد، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أطفال، جراحة عظام، جراحة مسالك. احنا عندنا كل التخصصات في المستشفى والعمليات مجهزة لأي نوع عملية بمختلف الآلات ومختلف الأدوات اللي أي جراح ممكن يكون محتاجها. الحاجات المميزة جدا في مستشفى جراند هي الوحدات المتخصصة، ودي وحدات بتقدر تقدم خدمة متكاملة للمرضى المختلفة. منها مثلا وحدة السكري، ودي وحدة بتعالج مرضى السكري من أول الاكتشاف المبكر للمرض مرورا برحلة العلاج مدى الحياة لمرضى السكري، ومنها التخصصات المختلفة اللي بيحتاجها مريض السكري زي تخصصات الأوعية أو تخصصات الكلى والرمد وخلافه. عندنا في المستشفيات كلها اللي بنشتغل فيها المستشفى هنا ان احنا مجهزه باحسن اوضه عمليات، التخدير على اعلى مستوى، معانا الباك اب كله زي ما بنقول، الرعايه المركزه موجود، بنك الدم موجود، معانا تمريض محترف مخصوص لجراحات السمنه. لازم عشان تضمن نجاح عمليتك لازم تكون بتعملها في مكان امن عشان تقدر تضمن ان انت تقدر ال 24 ساعه بتاعت العمليه وتخرج بسلامه من غير اي مشاكل او اي مضاعفات. من الحاجات اللي بتميز مستشفى جراند هي موقعها المتميز، المستوى الفندقي العالي، التجهيزات الطبية المتكاملة والخدمات الطبية المختلفة في كل التخصصات الطبية مع فريق طبي من أساتذة الجامعات والاستشاريين في كل التخصصات. عندنا غرفتين عمليات مجهزين وغرفة إفاقة، ده غير القسم الرعاية المركزة اللي عندنا اللي بيحتوي على 12 سرير لعيانين أو لمرضى الرعاية المركزة، واستعداد المستشفى أنها تتعامل مع أي حالة من حالات الطوارئ وجاهزيتها أنها تستقبل أي عيان في أي وقت سواء مهما كانت حالته أو خطورته. إحنا على تم الاستعداد أنها نستقبله 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. مستشفى جراند بيفرق معانا جدا ان المريض بتاعنا يطلع يقول علينا ان احنا اخدنا احسن خدمة باحسن مستوى وباقل تكلفة ممكنة. يمكن دايما بنسمع من المرضى انه احنا خايفين نتعالج في مستشفى خاص لارتفاع التكلفة، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها بنقدر في مستشفى جراند انه المريض يتفاجئ بانه اخد احسن خدمة مع احسن دكتور باحسن مستوى فندقي واحسن مستوى خدمي وطبي ينفعه، وكل ده بتكلفة قليلة جدا. أهلا بيكم في مستشفى جراند. ورجعنا لكم مشاهدينا، وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو الطرق الحديثة في علاج الألم التداخلي. الحقيقة في كتير مننا ممكن ما يكونش يعرف يعني ايه الألم التداخلي، وفي البعض اللي ممكن يكون جرب في بعض أماكن وقال ان ممكن يكون الألم بيرجع تاني. النهاردة هنعرف ايه أسباب ان الألم ممكن يكون بيرجع تاني، وهل فعلا ده العلاج الصحيح. هنعرف كمان آلام العمود الفقري وازاي نقدر نعالجها. هنحاول ان احنا نبعد خالص عن المسكنات اللي احنا طول الوقت عمالين بناخدها لعلاج الألم. وطبعا بيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور أرمية محسن، ماجستير علاج الألم التداخلي كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، مؤسس عيادات بنلس، رئيس مجلس إدارة مستشفى جراند. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كتير يا دكتور بيبقى عنده مشاكل وشعور بألم ومش عارف يتصرف ازاي، واسهل طريقة لينا كلنا ان احنا ناخد مسكن. فقبل ما نبدأ يا دكتور نتكلم عن اي حاجة، عايزين نعرف في البداية يعني ايه علاج الألم التداخلي؟ علاج الألم التداخلي هو نوع او تخصص جديد في الطب ظهر حديثا في اخر 20 او 30 سنة، وعشان نقدر نفهمه بشكل سليم لازم نحط تعريفات واضحة لكل كلمة فيه. الألم هو شعور غير جيد بيحس بيه الإنسان، ومعنى وجوده هو وجود مشكلة عند صاحبه. علشان كده أول ما أشعر بالألم لازم أدور على السبب اللي وراء الشعور ده أو وراء الألم ده وعالجه. التداخلي
الطب زمان كان بيعالج اي مشكله بطريقه من اتنين. الطريقه الاولى اللي هي الدواء، وده يعني في الالم بيكون المسكنات. وطبعا احنا عارفين المسكنات ممكن تبقى بتعمل اثار جانبيه على المدى الطويل، ممكن تكون بتعالج العرض لكن ما بتعالجش المشكله في حد ذاتها. بالظبط. والبعض الناس بتكون تكلفتها عاليه على المدى الطويل من حياته، انه ياخد مسكنات لفتره طويله دي مشكله بالنسبه له. اكيد. الطريقه الثانيه هي التدخل الجراحي، وكلنا عارفين انه التدخلات الجراحيه فيها عواقب كتير جدا، زي مشكله ممكن تحصل اثناء العمليه، مشكله ممكن تحصل بعد العمليه. او انه التدخل الجراحي في حد ذاته ما يناسبش بعض الحالات، يعني لو مريض مثلا عنده مشكله كبيره في القلب ما بنقدرش نعمل له تخدير كلي فما بيعرفش يعمل العمليه، فالتدخل الجراحي ما بنقدرش نعمله في الاصل. صحيح. علشان كده الطب ابتدى يدور على حلول بديله توصل لمنطقه وسط ما بين نتيجه التدخل الجراحي من غير ما نعمل العملية، وفي نفس الوقت تقينا من مشكلة المسكنات اللي بتحصل على المدى البعيد. من هنا ظهر مفهوم التداخلي. تمام. نيجي المثل علشان نفهم الموضوع عامل ازاي، هو أسطرة القلب. أسطرة القلب ما كناش نسمع عنها لحد 30 أو 20 سنة فاتوا. كان أي مريض قلب يا إما بياخد دواء يا إما بيعمل عملية قلب مفتوح. صحيح. لحد ما النهاردة بقى أي مشكلة بتقابل أي دكتور قلب اول حاجه بيفكر فيها انه يعمل قسطره للمريض علشان يوصل لتشخيص سليم او يعالج المشكله اللي عنده بدون تدخل جراحي، وفي نفس الوقت بشكل نهائي من غير دواء. ده بالظبط اللي هنعمله او اللي هنتكلم عنه في مفهوم علاج الالم التداخلي. تمام. هو تدخل محدود جدا بابر صغيره، هنشرح طريقتها والاساليب اللي بنستخدمها فيها، بتدينا نفس نتائج العمليه بدون ما نعمل عملية ونعرض المريض للمخاطر سواء بتاعة التخدير أو مخاطر العملية في حد ذاتها، وفي نفس الوقت بتحمي المريض من أنه يمشي على مسكنات أو أدوية. تمام. يعني في ناس كتير يا دكتور ممكن تقولك أنا إيه اللي يخليني أعالج الألم طالما أنا كده كده مستحمله، قادرة توليريت وتعامل معاه. عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أهمية علاج الألم يا دكتور؟ الحقيقة أنه الألم ده بمثابة جهاز الإنذار اللي ربنا خلقه في جسمنا. لو قامت حريقة في أي مكان وجهاز الإنذار ده اشتغل، إيه أول حاجة لازم أعملها؟ هي أنا أطفي الحريقة. بالظبط. إني لو ما عملتش كده الحريقة دي هتتفاقم والمكان هيتدمر. بالمثل لمشكلة الألم، هل ينفع أتعايش معاه طالما أنا قادر أتوليريت وأتعامل معاه وأتعود عليه؟ ده تصرف غير سليم، لأنه معنى وجود الألم يبقى الجهاز اللي ربنا زرعه في جسمي علشان يحذرني من المشكلة اشتغل وبيقول لي في مشكلة في المكان ده تعامل معاه. فطالما انا حسيت بالالم لازم اروح عند الدكتور اللي يرشدني على السبب الحقيقي ورا المشكله دي ونبتدي نعالج السبب ده. طب لو انا ما عملتش كده الجهاز هيفضل شغال والانذار هيفضل شغال والمشكله هتتفاقم، الحريقه هتكبر. ده اللي عايزين نوصله من فكره انه علاج الالم مش مسكن باخده لمرحله معينه وبعد كده خلاص انا بقيت كويس او ما بقيتش كويس، طالما قادر اتعايش هكمل بالشكل ده. لا، انا بعالج الالم علشان انا بعالج مشكله وراه، لو ما عالجتهاش هتتفاقم وهتكبر. يعني حضرتك تقصد ان كل واحد فينا بيشعر بالم لازم يدور سبب الالم ده ايه، مش فكره ان انا خدت مسكن او خدت دواء ريح الالم ده عندي شويه معنى كده ان انا خلاص اهمل وما ادورش وراه. بالظبط. وده هنفهمه اكتر في الـ في الـ في الجزء اللي جاي من الحلقه، انه الالم معناه في مشكله تانية لازم ادور عليها. المشكلة دي يعني مثلا على سبيل المثال مرضى الانزلاق الغضروفي في ألام العمود الفقري، بيجوا الأول بيشتكوا بألم في الظهر، ألم أسفل الظهر، شوية بشوية ممكن الألم ده يزيد لتنميل في الأطراف، المشهور عند الناس بعرق النسا، فيقول أنا رجلية كمان بقى بتوجعني، بحس بتنميل في أطرافي، بحس بشكشكة وهكذا. طيب شوية بشوية سكت، الانزلاق زاد أو درجة الانزلاق دي زادت، إيه اللي هيحصل؟ هيقول ده أنا ابتديت أحس بتقل في الحركة، بدأت ما أقدرش أقف لفترات طويلة، ما أقدرش أمشي لمسافات طويلة. شوية بشوية نفس المريض ده بيبتدي يقول أنا ما بقيتش قادر أتحرك من مكاني، أنا وصلت لمرحلة الشلل لا قدر الله، وصلت لمراحل أنه بيجي لي تبول لا إرادي بسبب الضغط اللي بيزيد على الأعصاب وعلى جدور الأعصاب. علشان كده من أول مرحلة اللي هي الشعور بالألم لازم
أطلب النصيحة الطبية بسرعة وأشوف الإجراء السليم اللي هيقيني من المشاكل اللي ممكن تتفاقم. هايل. طيب يا دكتور، عايزين نفهم الناس ونفهم كمان مع حضرتك إيه هي الألام اللي ممكن يتم علاجها بعلاج الألم التدخلي؟ هل كل الألام ينفع أن يتم علاجها بعلاج الألم التدخلي، ولا في بعض ألام هي بس المقتصرة على فكرة علاج الألم التدخلي؟ الحقيقة علاج الألم التدخلي النهاردة بيحل مشاكل كتيرة جدا في الطب وألام متنوعة جدا. يعني من ضمن المرضى اللي بنقدر نعالجهم بشكل كويس جدا هم مرضى الانزلاق الغضروفي أو تزحزح الفقرات أو ضيق القناة العصبية، مرضى اللي بيعانوا من ألام ناتجة عن مشاكل في العمود الفقري. كمان بنقدر نقدم حلول لمرضى الإعوجاجات اللي في العمود الفقري اللي بتكون ناتجة عن عيب خلقي، ده بالنسبة للعمود الفقري. نقدر كمان نحل مشاكل ألام المفاصل عند كتير من مرضى المفاصل، زي خشونة الركبة أو تيبس الكتف أو مشاكل في الكوع، بنسميها تنس إلبو وجولف إلبو. صحيح. اللي بيعانوا من ألام في الكوع، من ضمن الأمراض اللي بنقدر نعالجها بشكل كويس جدا هي ألام العصب الخامس، ألام بطانة الرحم المهاجرة، ألام الصداع النصفي أو الصداع المزمن بأنواعه. كل دي ألام بنقدر نعالجها عن طريق الحقن وعلاج الألم والتردد الحراري. طيب بما أن حضرتك أول حاجة ذكرتها هي العمود الفقري، فعايزين نعرف هل يا دكتور في أسباب واضحة؟ يعني حضرتك بتقول إحنا بنعالج السبب، مش فكرة عالج الألم بس، لأ أنا عايز أعرف السبب اللي عامل الألم ده عشان أقدر أعالجه. ده حقيقي. عايزين نعرف أسباب ألام العمود الفقري. تمام. الحقيقة أنه العمود الفقري هو بيتكون من مجموعة من الفقرات، بنسميها الفقرات العنقية والفقرات الصدرية والقطنية والعصعصية. 60 أو 70% من العيانين اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري بيكون في الفقرات القطنية. طيب ليه الفقرات القطنية هي اللي فيها مشاكل أكتر، أو ليه هي اللي بتظهر أكتر مع المرضى؟ لأنه دي المنطقة اللي شايلة وزن الجسم كله، أو بيحصل عليها الحركة اليومية بتاعت المريض أو بتاعت الإنسان الطبيعي كلها. تمام. فمثلا مشاكل زي الوزن الزايد، مشاكل زي السن أو الشيخوخة، مشاكل زي أنه يبقى عند المريض حاجة وراثية أو ضعف وراثي في غضاريف العمود الفقري. تمام. مشاكل زي هشاشة العظام بنقابلها كمان في السيدات بعد سن 45 أو 50 سنة، مع توقف أو انقطاع الدورة الشهرية يبتدي يحصل عندها هشاشة عظام ينتج عنها ضعف في الفقرات، تزحزح في الفقرات، انزلاق في الغضروف، ضغط على القنوات العصبية، ألام في العمود الفقري. من ضمن المشاكل كمان المشهورة زي ما احنا شايفين كده انه يبقى فيه ضيق في القنوات العصبية، فالضيق ده يحصل منه ضغط على جدور الأعصاب وتبتدي تسمع بألام في العمود الفقري، تنميل أو شكشكة المشهورة زي ما قلنا بعرق النساء. تمام. وعرق النساء كلمة درجة منتشرة، أول حاجة بيقولها أي إنسان حاسس بألم في رجله أنا جالي عرق النساء. من ضمن بقى الأسباب اللي ممكن تكون وراء ألام العمود الفقري ونكتشفها وهي ملهاش علاقة بالعمود الفقري خالص، أنه مريض يجي يقول لي أنا عندي ألام في الظهر، أبتدي أعمل له فحوصات وأعمل له أشعات، نكتشف خلايا سرطانية ثانوية جاية من سرطان في منطقة ما في جسمه ما كانش يعرف عنها حاجة، وأول عرض يظهر عنده هو ألام العمود الفقري. ده عشان خاطر يعني يعتبر أضعف مكان عنده فظهر فيه، ولا لا هو بيسمع بطبيعته في المكان؟ لا، هو الأورام السرطانية ليها طابع خاص في الانتشار، كل ورم سرطاني ليه طرق في الانتشار. ففي بعض الأورام السرطانية أول مكان بتبعت له هو العظم. فممكن تيجي في الأول في العمود الفقري، ممكن المرضى أوقات بيبقوا بيعانوا من كسور من وقعات صغيرة. تمام. فده بسبب برضو أمراض أورام سرطانية بعتها خلايا ثانوية للمكان ده. فده مش معناه خالص أنه ده أضعف مكان عشان كده الورم بيجري عليه بسرعة، لا، هو علشان البيهيفير أو طبيعة المرض هو أنه بيهاجم العظم أو بيبعت خلايا ثانوية للعظم، فيجي عيان بيشتكي من ألام في الظهر، نعمل له رنين، نبتدي نكتشف أن احنا في مشكلة أكبر بكتير وراء الموضوع، مش مجرد ألم أو انزلاق غضروفي أو حاجة بسيطة. تمام. في سيدات يا دكتور كتير قوي بعد فترة الحمل تقول لك أنا جالي مشكلة في ظهري، ألم شديد قوي في القطنية وما بقاش عارفة إيه السبب، وكتير كمان يا دكتور من
بيمارسوا الجيم او شيل الاحمال الكلام ده كله ده سواء حقيقي. في جيم او طبيعه عملهم يعني الاسباب اللي بتسبب الام شديده في العمود الفقري او بتسبب انزلاقات غضروفيه وتزحزح فقرات وضيق قنوات عصبيه زي ما احنا بنقول هو حمل الاشياء بشكل غير سليم او حمل اوزان تقيله بشكل غير سليم. عشان كده مهم بننصح الشباب انك لما تعمل اي تمرين في الجيم لازم يبقى معاك حد او مدرب يعرف ينصحك نصيحة ازاي تعمل كل تمرين بشكل صح بشكل ما فيهوش حمل على عمودك الفقري. السيدات مع الحمل او بعد الحمل بيحسوا بألام العمود الفقري نتيجة حاجة من اتنين: اثناء الحمل بيكون الوزن زايد على العمود الفقري وبيعمل ممكن يوصل لتزحزح فقرات، وبعد الحمل أو السيدات بشكل عام بيكون دايما عندهم مشكلة هي ضعف عضلات الظهر. يعني هي مشكلة في حد ذاتها أيوة. أن عضلات الظهر تبقى ضعيفة لأنه الموضوع عامل زي الخيمة والوتد. لو وتد الخيمة مرتخي فالعصب بتاع الخيمة نفسه مش هيبقى مشدود بشكل بالزبط. سليم. فلو العضلات ضعيفة اللي شد العمود الفقري ساعتها العمود الفقري هيحصل تزحزح في الفقرات أو انزلاق غضروفي يضغط على القنوات العصبية، وساعتها أهو الصورة اللي قدامنا دي مراحل مختلفة من الانزلاقات الغضروفية. ممكن يبقى فيه نتوء صغير، ممكن يبقى فيه ما يسمى كده بالفتق على مستوى الديسك أو الغضروف، أو ممكن الغضروف بالكامل يتحرك من مكانه. كل دي مراحل مختلفة. ممكن الغضروف يضغط عليه نتيجة ضعف فيه هو نفسه أو مع عوامل السن يبتدي يتآكل. دي كلها مشاكل. ايه المشكلة اللي بتحصل؟ انه انا عندي فقرتين، الفقرتين دول لو اتحركوا من فوق بعض او مكانهم السليم الغضروف هيتحرك من تحتهم يبتدي يحصل انزلاق غضروفي. طب الانزلاق ده لما بيحصل من مكانه الغضروف بيضغط على جدر العصب اللي طالع، بيعمل ضيق في القناة العصبية وضغط على جدر العصب يسبب آلام. يعني السائل اللي هو موجود بين الغضروف السائل ده بيبقى موجود جوه الغضروف. إنما الغضروف في حد ذاته ده ممكن الغضروف نفسه عامل زي المادة الجيلاتينية. الغضروف لما يتحرك من مكانه مش المشكلة بتاعت الحركة في حد ذاتها هي اللي عملت الألم، إنما ضغط الغضروف على العصب اللي طالع من القناة العصبية اللي جنبه هو اللي بيسبب الألم. تمام. طيب احنا خدنا يا دكتور يعني أسباب كتير. هل الألم اللي ناتج عن كل سبب بيختلف؟ يعني مثلا في ألم ممكن يجي لي أنا بشكل يجي لشخص تاني بألام مختلفة عن الألم، ولا تقريبا معظم ألام العمود الفقري متشابهة يا دكتور؟ يعني لو كلمنا مثلا إن هو من ضمن الألام بتاعته عرق النسا، هل بيتشابه مع ما بين شخص الآخر؟ الاختلاف في الألام مش اختلاف في الوصف نفسه، إنما الاختلاف في الحدة. عشان كده أي مريض بيجي لنا يكشف أول سؤال بنسأله الألم اللي أنت حاسس بيه تديله كم من 10؟ وبعد الإجراء اللي أنا بعمله له برجع أسأله بعد ما عملنا الحقن والتردد الحراري تدي الألم اللي عندك كام من 10؟ عشان أشوف درجة التحسن وهل هو وصل للشفاء التام من ألمه ولا مازال حاسس بألم. وهنا ممكن أدي قصة لمريضة. الحقيقة المريضة دي كان عندها انزلاق غضروفي من الدرجة الرابعة، انزلاق شديد جدا. تمام. ضغط على جذور الأعصاب وسبب لها شلل تام في الحركة. السيدة دي كانت بتجيلنا مع أولادها شايلينها وبتعاني من عدم القدرة على خدمة نفسها، عدم القدرة على الحركة، عدم القدرة على المشي. عملنا لها الإجراء اللي هو الحقن مع التردد الحراري، فضلت حاسة بألم لكن قدرت تمشي. تمام. ده في حد ذاته تحسن مهم بالنسبة لها جدا طبعا، لأنه غير من يومها، قدرت تتحرك، قدرت تقوم، قدرت تمشي، قدرت تخدم نفسها، قدرت تحس ان هي رجعت لها دايما كانت تقول لي كده يا دكتور انا دبت فيها الحياه تاني. فدي مثلا مشكلتها وصلت للشلل او عدم القدره على الحركه. في عيان تاني لما يجي لي بالام بسيطه هو مش قادر يتحمل هذا الالم بس اللي هو الم على مستوى ظهره، لما بنحقنه بيحصل تحسن تام كانه ما كانش عنده اي حاجه. تمام. فكل واحد حسب درجه الانزلاق وحسب المده الزمنيه اللي حاصل فيها الموضوع بيظهر عنده اعراض تختلف في شدتها، والعلاج بيحسن حسب الدرجه اللي وصل لها
المشكله اللي عنده. وده يا دكتور بياخدنا الفكره، في كتير قوي جربوا الحقن وعرفوا ان هو الحقن ده فتره وقتيه، يعني فكره 3 شهور او 6 شهور وهرجع احس بالالم تاني فهضطر ان انا احقن تاني. لكن حضرتك بتقول انا بحقن وكمان بمشيه على نمط معين على مدار حياته عشان خاطر ما يقعدش الالم تاني وما يرجعش المريض للحاله اللي كان فيها قبل الحقن. اللي حضرتك بتقوليه ده هو المبدا اللي اتبنت عليه عيادات بينلس، انه العيان حكايه رحله، مش مجرد اجراء بعمله دلوقتي بيحلله المشكله وبعد كده خلاص بعد 6 شهور او سنه يرجع تاني بنفس الالام، فيجرب دكتور غيري او يروح لتخصص تاني. النهارده راح لدكتور علاج الالم، بكره يروح لدكتور المخ والاعصاب، بعده يروح لدكتور العظام. في رحله طويله بيعيشها عيان الالم، ورحله مكلفه ومرهقة نفسيا. صحيح. ومرهقة ذهنيا، وبتخليه يسمع كلام من دكتور العلاج الطبيعي ومن دكتور المخ والأعصاب ومن دكتور علاج الألم، ويفضل يتشاور مع الأسرة ويتشاور مع المعارف، وقريبي دكتور مش عارف مين سألته قال لي اسمع كلام دكتور المخ والأعصاب بس أنا مرتاح لي. بنسمع قصص كتيرة جدا جدا جدا. من هنا جه المبدأ اللي تأسست بيه عيادة بينلس، وهي أنه المريض بيجي العيادة يتم مناظرة حالته من استشاريين التخصصات المتداخلة مع حالته كلها. تمام. استشاريين دول يقدروا يفهموا قصته ويتفقوا على رأي طبي واحد سليم مبني على أسس علمية سليمة، إنه الحالة دي حلها النهائي الإجراء الفلاني. تمام. يعني ممكن يجيني عيان في العيادة أقول له بشكل أمين أنت مالكش علاج عندي، العلاج السليم بتاعك إنك تعمل عملية للفقرات أو عملية غضروف. تمام. أو موضوع أكبر من علاج الألم. فهنا دور الأمانة العلمية أن يوصل للمريض المعلومة بشكل واضح، وهي دي المصداقية يا دكتور اللي دايما بندور عليها. يعني مش فكرة أن أنا أعمل اسم أو أعمل شغل على حساب مريض ممكن يكون فعلا بيعاني من مشاكل كتير وراح عند دكاترة كتير لكن معرفوش يشخصوا الحالة. استأذنك يا دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. أوي أوي تفضل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا النهاردة. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الطرق الحديثة في علاج الألم التداخلي. وحابة أقول لكل مشاهدينا اللي دايما بيتابعونا بيسعدنا استقبال كل أسئلتكم وكل رسائلكم اللي بتبعتوها لنا على صفحة برنامج صحتك على الفيسبوك. الحقيقة النهاردة موضوع مهم جدا، وزي ما ابتدينا في الفقرة الأولى وكنا بنتكلم عن علاج الألم وإيه هو علاج الألم التداخلي، والحقيقة عرفنا أسباب كمان مشاكل العمود الفقري وممكن يكون إيه هو الألم اللي بيسبب لها، وعرفنا اني ألام العمود الفقري دي عرض وليست مرض وبتدل على وجود مشاكل في الجسم بنحب ان احنا نعرفها دايما عشان خاطر نتخلص من الألم. وبيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور أرمية محسن، ماجستير علاج الألم التداخلي كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، مؤسس عيادات بلس ورئيس مجلس إدارة مستشفى جراند. برحب بحضرتك مرة كمان. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نطلع فاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن فكرة المصداقية، يعني فكرة ناس كتير راحوا أماكن أو مرضى كتير راحوا أماكن بيحاولوا إن هم يعالجوا المشكلة أو الألم اللي عندهم وبيقول بعد فترة معينة ممكن يرجع لي الألم، وحضرتك أكدت إن فكرة إن الألم ده مش موجود كمرض لكن هو كعرض، يعني ممكن يكون أنا عندي مشاكل مسمعة معايا في العمود الفقري، فحابة إن حضرتك برضو تأكد على المعلومة دي مرة كمان بشكل واضح. برجع تاني بأكد لحضرتك إنه 90% من المرضى اللي بتعاني من ألام ناتجة عن انزلاقات العمود الفقري نقدر نعالجهم لمرحلة، يعني بنقدر نجيب نتائج إيجابية مع أكتر من 90% من المرضى إنه الإحساس بالألم يروح. طيب بيروح لقد إيه؟ بيروح لست شهور أو سنة. بعد ست شهور أو سنة لازم خلالهم خلال الفترة دي المريض يلتزم بتغيير لنمط الحياة ويسمع الإرشادات الطبية اللي بنقدمها له، إنك لازم تعمل مجموعة من الإجراءات بعد الإجراء الأولي اللي هو إجراء الحقن أو التردد الحراري، تلتزم بهذه الإجراءات تقدر توصل لأنه يتم الشفاء التام من هذا الشعور بالألم. تمام. كمان
بجانب اللايف ستايل موديفيكيشن او تغيير نمط الحياه لازم ندور على المشكله الاساسيه او المصاحبه اللي سببت الالم. تمام. هنا هدي مثالين. المثال الاول هو العيان او المريض اللي بيعاني من سمنه مفرطه. مريض السمنه المفرطه من ضمن اشهر اعراضه انه يجي يقول انا بحس بالام شديده في الظهر، او عندي الام عرق النسا. تمام. او عندي الام وخشونه مفاصل. صحيح. في مفصل الركبه. مش بقدر اقف، مش بقدر امشي، مش بقدر اطلع سلم، حركتي تقيله، رجليا تقيله. دي كلها كلمات بنسمعها من مريض السمنه المفرطه. طيب ده حله ايه؟ هل يخس الاول ولا نعالج الالم؟ الحقيقه المريض ما بيبقاش قادر يتحمل الالم، فاول حاجه يعملها هو ان احنا نعمل الحقن لجذور الاعصاب والتردد الحراري حسب درجة الانزلاق. تمام. وطالما هو مريض ينفع له الإجراء ده هنعمله له. بعدها هيفضل لمدة من 6 شهور لسنة لا يشعر بألام تماما بسبب الإجراء اللي احنا عملناه. ايه اللي مطلوب منه في خلال الست شهور أو السنة دول؟ هو انه يخس. بالظبط. يخس بقى بطرق مختلفة في الطب النهاردة، انه يعمل دايت، انه يلعب رياضة، انه يغير الروتين اليومي بتاعه، انه يتبع نظام غذائي سليم، انه يعمل عمليات زي تكميم المعده او تحويل المسار او الاجراءات اللي بتتعمل النهارده في الطب، وكلها اجراءات. صحيح. امنه وسليمه وبتقدر تخلصه من مشكله السمنه المفرطه. فلما يوصل انه بعد العمليه في 6 شهور او 8 شهور نزل من وزنه بما يعادل كتله جسمه السليمه، اول ما هيروح مفعول الحقن اللي احنا عملناه مش هتعوده الالام تاني، لانه حل المشكله اللي كانت مسببه له الالم. حضرتك يا دكتور قلت في سيدات ممكن يكونوا بيعانوا من الام في العمود الفقري بسبب ان العضلات بتاعه الظهر ضعيفه. طيب هي دلوقتي يا دكتور اخذت الحقن وتم علاج الالم، في الفتره دي هتقوي عضلات الظهر بتاعتها ازاي؟ الحقيقه هي مش بس السيدات اللي بتعاني من المشكله دي، انما في يعني وجود للمشكله عند ناس كتيره، سواء عجائز، الناس العواجيز الكبار في السن بيعانوا من مشكله ضعف في عضلات الظهر، الناس اللي روتينها اليومي ما فيهوش حركه كتير. بالزبط. ما فيهوش تمارين رياضيه، ما بتروحش الجيم، ما بتمارسش رياضه، بيبقى عندهم ضعف في العضلات او ضعف في عضلات الظهر. كمان الناس اللي بتعاني من ان هي بتشيل اوزان بشكل غلط بيحصل وبيبقى عندهم او بيشيلوا وزن اتقل من قدره العضله على تحمل هذا الوزن. تمام. اللي بيروح جيم وبيمارس عادات غلط او بيشيل اوزان مش مناسبه عضلته. بالزبط. ده كمان بيعاني من هذه الالام. انما جرى العرف ان احنا بنشوف انه الالام بتاعه العمود الفقري الناتجه عن ضعف العضلات اكتر في السيدات، لانه السيدات اكتر ستات بيوت، اكتر بتقعد في بيتها، اكتر حركتها قليله، فلذلك الستات الطبيعه بتاعه يومها بتخلي عضلات ظهرها اضعف. طيب ايه الاجراء السليم؟ برضو هي ما بتعرفش تروح لدكتور العلاج الطبيعي او تعمل تمارين تقوي عضلات الظهر، لانه عندها الام مفرطه في ظهرها مخليها مش قادره تحرك عضلاتها. بالظبط. فايه الاجراء السليم؟ هو ان انا اعمل لها الحق، اخليها تتخلص من الالام لمده من 6 شهور لسنه زي ما اتفقنا، وخلال هذه المده تبتدي تنتظم على عمل التمارين الرياضيه وعلاج وجلسات علاج طبيعي توصلها لتقويه عضلات الظهر بشكل يسمح بانه عضلات ظهرها تقدر تتحمل وزنها وتقدر تشد العمود الفقري بتاعها بشكل سليم، فتتخلص تماما من الالام الناتجه عن ضعف العضلات. هي نقطه مهمه جدا يا دكتور، وحبيت اسال حضرتك فيها ليه؟ لان بنسمع كتير قوي ان عندهم مشاكل في العمود الفقري ما يقدروش يعملوا رياضه، ما يقدروش يعملوا انشطه بدنيه عاليه، لكن فكره ان حضرتك بتقول ان هي بعد ما تاخد العلاج خاصه يعني نهدي الالم او نمنعه خالص تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي. بالزبط. وده هيقوي من عضلات الظهر. طيب يا دكتور احنا اتكلمنا عن المشاكل او الاعراض اللي ممكن تكون بتقابل القطنيه بالاخص، خلينا يا دكتور نتكلم هل في اعراض تانية موجوده في العمود الفقري ممكن تكون بتسبب الم؟ طبعا المرضى مش بس بيجي لهم انزلاقات على مستوى القطنيه، احنا قلنا ده اكتر شيوعا او النسبه الاكبر من المرضى بيجي لهم على مستوى الفقرات القطنيه، انما كمان في انزلاق على مستوى الفقرات العنقيه. تمام. وفي بعض المرضى بيجي لهم الانزلاق على مستوى العنقيه والقطنيه في نفس الوقت. تمام. أعراض الانزلاق الغضروفي الناتج عن تزحزح فقرات أو انزلاق غضروفي في الرقبة أو العنقية بتبتدي بصداع، بيقول أنا عندي صداع في المنطقة دي من راسي أو صداع خلفي بنسميه. تمام. بيبتدي يحصل ألام في الرقبة، عدم قدرة على تحريك الرقبة بشكل كامل أو بشكل سليم.
الام في اوضاع معينه لما يقعدها او لما يحرك رقبته فيها تبتدي تظهر. تمام. لو تطورت لا قدر الله بيبتدي العيان يقول انا عندي تنميل في ايديا او شكشكه على مستوى الدراع وعلى مستوى الاطراف الاصابع تقل في الحركه، عدم قدره على تحريك ايديا، ممكن يبتدي يحصل عنده مشكله في الكتابه او مسكه القلم او الحاجات الصغيره، انه يمسك مفتاح يمسك فرشه. تمام. الحاجات دي كلها بتحصل. كمان ممكن المريض يبتدي لا قدر الله لو الموضوع تطور وتفاقم زي ما اتفقنا ان احنا بالبدايه بنحس بالم، بعد كده لو ما عالجناش الالم الموضوع بيتفاقم، ممكن لا قدر الله بقى نتفاجئ انه مريض بيقول لنا انا عندي تقل في رجليا. ابتدي سمع بالظبط، لانه الانزلاق الغضروفي حاصل على اول مستوى الحبل الشوكي اللي مكمل لتحت، فلو الضغط زاد يبتدي يضغط على الاعصاب اللي واصله للرجل، فيحس ممكن يبقى عنده انزلاق على مستوى الرقبه وحاسس بالام على مستوى ايديه ورجليه. هل في اسباب يا دكتور ممكن تعمل الالم ده، خاصه حضرتك بتقول في منطقه الرقبه؟ الاسباب نفس المبدا برضو العادات الخاطئه، العادات الخاطئه عند مرضى الانزلاق الغضروفي العنقي بتتمثل بقى في القعده ساعات طويله على مكاتب بشكل غير سليم. تمام. او القعده قدام شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر او القرايه او المذاكره بشكل مش سليم، دي كلها من العادات الخاطئه. المرضى يعني في فئة مهمة ما ذكرناهاش لازم نذكرها، انه السواقين اللي او الناس اللي بتسوق عربيات لفترات طويلة بيحصل لها مشاكل في العمود الفقري على مستوى القطنية والمستوى العنقية. تمام. علشان كده دي حاجة لازم ناخدها في اعتبارنا، اول حاجة بنسألها لأي مريض بيجي لنا انت بتشتغل ايه؟ او طبيعة حياتك ايه؟ بالظبط. شايلين، الناس اللي بتشيل حاجات او احمال او اوزان تقيلة لفترات تاريخ طويلة. المرضي وتاريخ الحياة عامة للمريض دي اكيد بتفرق جدا. العادات اليوميه بتاعته ايه هي؟ تمام. طيب خلينا دكتور يعني عرفنا الاسباب وعرفنا ايه الطريقه اللي ممكن نعالج بيها الالم، خلينا نشوف يا دكتور العلاج نفسه. العلاج نفسه اللي احنا بنتكلم فيه يعني دلوقتي، بنسمع زمان او كان في طرق علاج قديمه كنا دايما بنشوف الجراحه هي الحل الامثل، وكان دايما المرضى بيخافوا جدا لحد من النهارده ما فيش حد بيسمع كلمه جراحه غير لما بيخاف. بالظبط. بس بقى في دلوقتي يا دكتور علاج تاني احنا بنتكلم عنه، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو علاج الالم التداخلي. هي علاج الالم التداخلي علاج يعني جديد في الطب زي ما اتفقنا، كل يوم بيتطور، كل يوم بنشوف فيه حاجات علميا قوية جدا وجديدة وطرق مختلفة النهاردة بنقدر نستخدمها، أكتر من 5 أو 6 طرق نقدر نستخدمها بشكل سليم. تمام. توصل العيان لأنه يشفى من الألام بدون أي تدخل جراحي، بدون بنج، في إجراء مدته قصيرة جدا ما بتزيدش عن 15 أو 20 دقيقة. إجراء آمن ملهوش أي مضاعفات في حد ذاته، بنعمله بنج موضعي بتخدير موضعي، يعني حاجة صغيرة خالص على مكان ما أنا هدخل بالإبرة عشان المريض ما يحسش بالإبرة. تمام. اللي هي إبرة رفيعة جدا هيعرفوها كويس قوي مرضى السكر، نفس شكة إبرة السكر لا أكتر ولا أقل، وما بيحسش بيها المريض، مهدئ بسيط مع تخدير موضعي، إبرة رفيعة جدا بندخلها تحت جهاز زي ما احنا شايفين بالظبط كده على الشاشة، ده التردد الحراري. إبرة رفيعة جدا بنقدر تحت جهاز الأشعة التداخلية نوجه الإبرة دي لمكان القناة العصبية والمكان اللي فيه الاختناق للعصب. تمام. في مدة قصيرة جدا بنوجه موجات حرارية للعصب ده، الموجات الحرارية دي بتقلل من الحالة الالتهابية اللي موجود فيها العصب. لو عملنا حقن، ودي حاجة برضو مهمة، احنا ممكن نعمل الحقن او التردد الحراري او الحقن مع التردد الحراري. كل حالة يا دكتور بتبقى حسب يعني ايه اللي ينفع معايا مثلا التردد الحراري. بالظبط كده. بالظبط كده. فاول حاجة بنعملها ان احنا بندخل بجهاز الاشعة التداخلية نشوف العمود الفقري قدامنا ونصوره، والإبرة بتتحرك قدام عينينا شايفينها رايحة فين. تمام. لحد ما توصل للمكان اللي خارج منه العصب، نبتدي نحقن مادة مضادة للالتهاب بتقلل من حالة الالتهاب تماما، نقدر بعدها نعمل التردد الحراري نوصل موجات حرارية زي ما بقول لحضرتك، الموجات الحرارية دي بتهدي من الحالة الالتهابية اللي فيها العصب، نقدر بنفس الإبرة ندخل في القناة العصبية نعمل ما يسمى بتسليك القناة العصبية. احنا عندنا الحقن وعندنا التردد الحراري على العصب وعندنا تسليك القناة العصبية، ونقدر نعمل كي للغضروف باستخدام جهاز التردد الحراري. تمام. إنه الموجات دي
نوجهها ناحية الغضروف فنعمل كي لهذا الغضروف، يعني نشيل جزء كده من الغضروف اللي دايس على العصب فنريليز أو نفك الضغط اللي حاصل على العصب ده. خلينا دكتور نتكلم عن مدى فعالية علاج التدخلي أو علاج الألم التدخلي بالتردد الحراري، يعني يقدر المريض إمتى يحس بتحسن بعد وقت قد إيه تقريبا؟ الحقيقة هي طريقة فعالة جدا وآمنة جدا، زي ما قلت لحضرتك بنقدر نحل مشكلة أكتر من 90% من المرضى. الإجراء محدود زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي، إجراء بسيط خالص، بنوصل للعصب نحقنه. مريض إمتى يتحسن؟ في بعض المرضى بيحصل لهم تحسن لحظي، يعني مجرد ما يخرج من عندنا يقول أنا خلاص مش حاسس. ساعتها يا دكتور؟ في بعض المرضى طبعا بيحصل لهم تحسن لحظي، إنما يعني by the book أو كما يقول الكتاب أو زي ما بالطب بيقول التحسن بياخد من أسبوع ل 21 يوم. تمام. دي المرحلة، دي المدة اللازمة عشان نوصل للنتيجة القصوى ونقول هو ده النتيجة القصوى للحقن اللي احنا عملناه. بياخد من أسبوع ل 21 يوم. المتوسط العيان بيحس بالنتيجة القصوى دي في حدود 10 أيام من خلال من أول ما بيعمل الإجراء، بعد 10 أيام يبتدي يقول أنا كده ريليفد أو أنا وصلت المرحلة من التحسن، هي دي اللي بيثبت عليه. طيب بعد يا دكتور إجراء تقنية التردد الحراري يقدر المريض يمارس حياته بشكل طبيعي بعد قد إيه؟ فورا فورا. يعني بمجرد ما يخرج من عندنا بيقدر، لأنه هو بيجيلك بيمارس حياته بشكل أو بآخر، فبيقدر يرجع لأنه يمارس يومه بشكل طبيعي. وبنقول له أنه ممكن يجيله يعني زي نوبات خلال الأسبوع الأول من الألام بتروح وتيجي مش زي الأول، عمره ما بيرجع للمرحلة اللي كان عليها. تمام. ده أكيد، لكن هو بيبتدي يتحسن تدريجيا لحد ما يوصل للفايدة القصوى زي ما اتفقنا خلال أسبوع أو 21 يوم. هايل. طيب بما أن حضرتك معانا يا دكتور النهاردة، خلينا نتكلم عن عيادات بيرلس ونعرف إيه يعني الجديد اللي بتقدمه العيادات وإيه التقنيات الحديثة اللي هي حابة تقولها لنا النهاردة وتقدمها لنا. هي الفكرة مش في التقنيات الحديثة، الفكرة في المبدأ الحديث. تمام. إحنا في بينلس كلينكس بنقول دايما كده الشعار بتاعنا هو علاج أسباب الألم مش علاج الألم. تمام. احنا بنعالج أسباب الألم، عشان كده المريض اللي بيتوجه لينا في عيادات بينلس بيقدر يتعمل له فحص كامل لمشكلته، عرض على كافة التخصصات، يعني الرحلة اللي بياخدها المريض في التردد على أكتر من دكتور لمدة سنة. يعني دايما تسمعي مريض الألم يقولك أنا بقالي سنة أو بقالي سنتين بعاني من المشكلة فلانية، ورحت لدكتور مخ والأعصاب قال لي كذا، ورحت لدكتور العلاج الطبيعي. احنا بقى جمعنا لك كل الاستشاريين من كل التخصصات دي في مكان واحد في كشف واحد، هينظروا كلهم حالتك وكلهم مع بعض ياخدوا قرار جماعي في الحالة بتاعت حضرتك. الحالة دي الخطة العلاجية اللي تخصها أو المناسبة ليها هي كذا وكذا وكذا وكذا. المريض في جلسة واحدة بيقدر يسمع رأي طبي مبني على الدليل العلمي والدليل الطبي ومتناسق ومن كل التخصصات، وهو نهائي حتى لو سأل أو توجه كما هو معتاد عندنا هيسمع نفس الرأي، لأنه خلاص بقى رأي متكامل، رأي مجموعة من الاستشاريين، علاج للمشكلة، علاج للسبب. فبنقدر ننصح أو ناخد البيشنت as a profile كامل، قصة، رحلة، طريق بنمشي معاه من أوله لآخره. أنت مشكلتك كذا ناتجة عن سبب فلاني، العلاج الأمثل للمشكلة كذا، العلاج ده في جزء منه هيتم دلوقتي وفي رحلة هنمشيها مع بعض احنا معاك فيها. الحقيقة دكتور يعني بشكر حضرتك بجد على وجودك معنا النهاردة وعلى التوضيح، خاصة ان في ناس كتير بتبقى متخوفة من فكرة الحقن وان انا المرض هيرجع لي تاني او الألم هيرجع لي تاني، لكن وجود حضرتك النهاردة معنا طمنا وعرفنا كمان على يعني الفكر الصحيح اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم عليه في عيادات بيرلس وقد ايه هي عاملة زي تيم وورك وبتحاول انها تقدم لنا كل ما هو يفيد المريض، مش فكرة ان انا رايحة اعمل حقن بس، لا ده انا هخش عند كذا دكتور هنمشيها مراحل. هيا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك. انا متشكر لحضرتك جدا، ميرسي ميرسي ليك. شكرا لحضرتك. البرنامج كتر خيرك. كان معانا النهارده دكتور ارميه محسن، ماجستير علاج الالام التداخلي كليه الطب القصر العيني جامعه القاهره، مؤسس عيادات بينلس ورئيس مجلس اداره مستشفى جراند. بشكركم مشاهدينا على متابعتكم، يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، استنونا في حلقات تانية من صحتك.